بجد تحية حضراتكم في ثاني فقراتنا من حلقة النهاردة من ملاعب الأبطال. حقيقي يعني حضراتكم اتعودتم في الفترة الماضية في برنامج ملاعب الأبطال دايما بيكون معانا نجوم في كل اللعبات، وأيضا اهتمامنا بيكون كبير جدا بكل الرياضات الموجودة في مصر وبنناقش كل القضايا الموجودة. ضيف النهاردة أحد نجوم الكرة الطائرة سابقا وعضو رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة. اسمحوا لي أرحب بالأستاذ سامح حمدي رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة. برحب بحضرتك في برنامج ملعب الأبطال. أهلا وسهلا أستاذ محمد. يعني في البداية طبعا بتشرف بوجود حضرتك معنا النهاردة، يعني عايز أتكلم مع حضرتك في البداية عن رأي حضرتك في عودة النشاط الرياضي. بالأمس شفنا طبعا الدكتور أشرف صبحي خرج بخطة جيدة جدا زي ما أنا قلت في بداية الحلقة، الجميع متشوق لعودة الرياضة المصرية، فعايز أعرف رأي حضرتك في هذه القرارات وعودة الرياضة المصرية. هو مما لا شك فيه طبعا ده قرار، يعني قرار كان لازم يتاخد. احنا فعلا محتاجين النشاط يرجع، ولان يعني عدم النشاط ده بيقضى على حاجات كتير، او بيقضى على لعيبه، بيقضى على اداريين، بيقضى على يعني حاجات كتيره. لازم نرجع النشاط علشان ترجع تاني حيوية الملاعب والرياضه تستمر، هتستمر يعني. تمام. طيب يعني طبعا قبل ما نتكلم مع الدكتور سامح حمدي في امور عديده جدا في حلقه ان شاء الله هتكون شيقه، خلونا نشوف هذا التقرير ومكملين مع حضراتكم. بجد التحيه بحضراتكم، مكملين حلقتنا النهارده مع الدكتور سامح حمدي رئيس اللجنه المؤقته في اتحاد الكره الطايره. برحب بحضرتك مره تانية في ملاعب الابطال. اهلا وسهلا استاذ محمد. طبعا حضرتك قيمه وقامه كبيره جدا سواء كلاعب او دلوقتي كاداري وماسك اتحاد الكرة الطايرة، بس يعني قبل ما ابدا الحلقه مع حضرتك، هل في اي موضوع او نقاش حضرتك مش حابب ان احنا نتطرق ليه، ولا ناخد حريتنا في هذا اللقاء؟ لا حضرتك خد حريتك تماما، لان يعني ان شاء الله ما فيش حاجه تستخبى، يعني انا ما فيش حاجه نقدر نخبيها، الحقائق كلها موجوده والاكاذيب كلها موجوده. فباش طبعا يعني ان شاء الله نتمنى انها تكون حلقه موفقه، وان شاء الله نستعرض فيها رأي حضرتك ورأي الطرف الآخر، بحيث ان احنا نطلع من هذه الحلقة زي ما حضرتك قلت يبقى عندنا كل الإجابات لكل المواضيع اللي بتتطرق في الساحة الرياضية في الفترة الماضية. بس قبل ما أبدأ كلامي مع حضرتك عايز أعرف إنجازات اللجنة المعينة حتى الآن إيه؟ هو والله احنا لما مسكنا اللجنة من 5 مارس 5/3 الحقيقة يعني وجدنا حاجات كتيرة جدا، يعني مش مظبوطة، فحاولنا نضبط حاجات كتيرة قوي. يعني مثلا احنا بدأنا نبص لعناصر اللعبة كلها، مدربين، حكام، لعيبة. فمثلا المدربين عملنا لهم استمارة استبيان ووزعنا على مدربين مصر كلها علشان يقدروا يدينا كل مدرب السي في بتاعه، علشان نقدر نعرف مين نقدر نستغله يبقى في المنتخبات يدرب مع المنتخبات مع المدير الفني طبعا الكبير. وبرضو فكرنا في حاجة المدربين كانت ناقصاهم الحقيقة، اللي هي إن شاء الله بإذن الله بعد كده أي تسجيل للفرق لما تيجي تسجل في الاتحاد إحنا هنطلب من كل نادي يكون عامل عقد للمدرب. يعني المدربين إحنا مرينا بظروف كورونا دي ورتنا حاجات كتيرة جدا كانت غامضة، يعني مرت بظروف صعبة المدربين، فبالتالي إحنا بندور على مصلحتهم. ده يعني نمرة واحد، نحنا هنطلب من كل نادي يبقى عامل عقد للمدربين، مش هنسجل مدرب إلا يكون عنده عقد من النادي بتاعه. عشان كده ما كانش في عقود موجودة يعني؟ لا ما كانش موجود أي عقود، كان النادي بيسجل مدربينه بدون عقود، بيسجل اللعيبة بالعقود، الوحيدين اللي كانوا بيسجلوا بعقود لعيبة لأن لعيبة محترفة. تمام. لكن المدربين ما كانش بيتسجلوا بعقود، فإحنا عملنا دي. وبرضو إحنا يعني عملنا حاجة برضو كويسة للمدربين والحكام وكل حاجة، يعني احنا بدأنا نفكر ان نعمل نظام نسميه زي مثلا صندوق كوارث، صندوق إعانة، يعني ليه زي اللي حصل في كورونا ده ما قدرناش نساعد مدربين، فاحنا فكرنا ان احنا نعمل صندوق ده يكون باشتراك ضعيف كده، ويكون خبير اكتواري جه قعدنا معاه واتكلمنا معاه، بس لسه ما يعني ما تمش المشروع، على اساس ان المدربين دول في اي لا قدر الله كوارث كده يبقى ان شاء الله نقدر نساعدهم. ده نمره واحد. نمره اتنين، لما يطلعوا معاش يلاقوا
مكافأة كويسة تقدر تعينهم على الحقيقة. تمام، يعني حتى الآن نقطتين هامتين، سواء تسجيل المدربين بعقود رسمية أو صندوق الإعانة اللي حضرتك بتحاول بيه إن أنت تساعد. طيب على مستوى الكرة الطايرة أكيد في خطة موضوعة من حضرتك أو من اللجنة المؤقتة للنهوض بمستوى الكرة الطايرة، يعني نفسنا إن احنا نشوف الكرة الطايرة بتحذو حذو منتخبات أو ألعاب جماعية كتيرة قوي، أبرز ملامح هذه الخطة إيه؟ هي أبرز ملامح الخطة دي، الأول يعني لازم ننظم البيت الأول. فاحنا دلوقتي ماشيين في تنظيم البيت زي ما قلت لك في عناصر اللعبه، مدربين وحكام واداريين، يعني واخدين كل عنصر على اصول. لكن طبعا احنا في تخطيطنا ان نظام الدوري هيتغير باذن الله عشان نقدر نعلى بمستوى اللعيبه، لان حضرتك عارف ان احنا الدوري بيبدا 24 فريق، بعدين بيتصفوا على 12، وبعدين بعد كده بيتلعب حاجات. يعني انا رايي الشخصي او رأي اللجنه، يعني مش انا، راي اللجنه عموما، ان احنا نقدر نخلي التنافس اقوى. نقدر نخلي التنافس اقوى ازاي؟ نخلي الفرق القويه هتتنافس مع بعض، لان ده هيعلي المستوى، ونخلي الفرق الاقل مستوى تتنافس مع بعض برضه علشان يكون المستويات متقاربه. لان حضرتك لو جبت فرق عاليه جدا وفرق مستواها عالي، لا الفرقه الكبيره هتستفيد ولا الفرقه الصغيره هتستفيد. يعني فلازم احنا نقدر نخلي اللعبه ازاي نفيد اللعيبه، نرفع مستوى اللعبه في تمام في مصر. طيب يعني حضرتك اكيد قلت اراء مهمه، ايه اللي بينقص الدوري المصري للكره الطايره عشان نشوف دوري قوي وبيبرز لعيبه كتيره جدا للمنتخب، فبالتالي المنتخب هيأدي بشكل جيد؟ ويعني يمكن شفنا ما قدرش منتخب الطايره ان هو يتأهل للاولمبياد، يعني في اخفاقات كبيره على المستوى الدولي، فرأي حضرتك ايه في الدوري وايه اللي بينقصنا في هذا الدوري؟ رأيي في الدوري ده ان احنا لازم يعني نطوره بحيث ان تكون التنافس قوي، لان من غير تنافس قوي عمرك ما هتبدأ بتعلى باللعب. وزي ما قلت لحضرتك كده، احنا لو الفرق كل ما قلت الفرق في الدوري الممتاز ألف وب يبقى يلعبوا كل يعني كل مجموعه لوحدها عشان تقدر يبقى في تنافس قوي. التنافس القوي ده هو اللي هيعلي اللعبه، من غير تنافس مش هتعلى اللعبه. لان يعني في ماتشات بعد كده مش عايز اقول لك، يعني ماتشات في الادوار التمهيديه دي يعني فرق عالي قوي وفرق تحت قوي، ايه اللي هيفيد اللي تحت وايه اللي هيفيد اللي فوق؟ ولا حاجه. اكيد. فلازم يعني نخلي نقدر نقسم الفرق على المستويات بحيث ان كل مستوى يكون بينافس بعضه ويكون هيطلع اللعبه اعلى من كده. يعني ان شاء الله نتمنى يعني ان احنا نشوف فعلا دوري قوي، ونتمنى ان احنا يعني نشوف الكره الطايره بتحذو حذو اللعبات الاخرى. بس عايز اسال حضرتك، يعني ليه دايما مستوى اللاعبين في بعض الانديه ما بيكونش بالمستوى الفني الجيد؟ يعني دايما بنشوف لعيبه الاهلي او الزمالك هم المستويات الجيده، ولكن بقيه الانديه ما فيش نفس المستوى، الكواليتي بتاع اللاعب في الكره الطايره ما فيش اللاعبين المميزين في كل الانديه. وخلينا واقعيين ان الاهلي والزمالك عندهم الامكانيات الماديه اللي بتجيب اي لعيب ويحترف عندها، اي لعيب بيظهر بس في اي نادي بيجيبوه وعشان يحترف، او شايفين ان الشبل ده او الناشئ ده عنده مستوى عالي المدرب الفني او المدربين، فبالتالي بيتجهوا ليه سهوله جدا ان هم بياخدوه. علشان النهارده الفلوس هي اللي بتتكلم في كل حاجه، يعني ما نادي يلاقي نفسه داخل له مبلغ عشان يبيع ناشئ او يبيع حاجه بيبيعوا، فبالتالي الانديه الكبيره هي اللي بتبقى بتاخد اللعيبه دي، وبالتالي ما بقاش فيه تنافس قوي. يعني تمام. طيب نبعد عن الفنيات، وزي ما قلت لحضرتك اكيد حضرتك خبره كبيره جدا وكنت لاعب كبير، فاكيد الفنيات ان شاء الله نتمنى ان شاء الله المستوى يزيد في الفنيات. عايزين نروح شويه في الجزء الاداري. معلش في نقطه بس احب اضيفها، ان احنا بنفكر ازاي برضو يكون مستوى اللعبه يرتفع. ان احنا بدل مثلا الفرق الكبيره ما بتلعب نفسها دور وماتش وماتشين في دور واول دور او مدارين، لا ليه ما نخليش الفرق الكبيره دي يلعبوا ماتش اكتر ماتشات، يعني بمعنى يلعبوا 3-4 ماتشات في الموسم ضد بعض عشان تقوي المستوى وترفع المستوى، يبقى فيه منافسه حقيقيه. يعني ان شاء الله. طيب نروح شويه للجزء الاداري. طب. اللي يعني فيه لغط كبير جدا، وانا اتمنى ان حضرتك ان شاء الله بعد هذه الحلقه يبقى كل اللي كان بيتكلم على اتحاد الكره الطايره عنده الاجابات واضحه من رئيس اللجنه وهو الدكتور سامح حمدي اللي مشرفني طبعا النهارده. اول حاجه على صفحه الاتحاد في كلام كتير جدا عن تغيير اللائحه، رغم ان اللجنه الاولمبيه قالت ان لا ما يتمش تغيير اللائحه، ليه في اصرار من حضرتك ان احنا نغير هذه اللائحه؟
نمرة واحد مفيش إصرار إن أنا أغير لائحة. نمرة اتنين اللي حضرتك متعرفوش إن إحنا لما قعدنا مع الوزير ورئيس لجنة أولمبية كانت المهمة الرئيسية لينا هي عمل اللائحة واللي هيقوم عليها الانتخابات. يعني ده من صميم التعيين. طيب قرار التعيين. طيب يعني ليه اللجنة الأولمبية في قرار بعدم تغيير اللوائح؟ مفيش يعني اللي يقول لك حضرتك هات لي القرار ده وأنا مفيش. القرارات كلها اللي اتبعتت لينا من اللجنة الأولمبية بتنصح المعاد الجمعية العمومية الغير عادية تتأجل. طيب ليه؟ عشان ما يبقاش فيها عليها طعن أو ما يبقاش فيه حاجة. طب بص يا فندم، يعني في قرار التعيين أهو معانا، مفيش قرار بتغيير اللوائح، يعني إن اللجنة المؤقتة ما تجيش ناحية اللوائح. طب فين؟ فين ما تجيش ناحية اللوائح؟ القرار أهو. لا طلع حضرتك القرار مكتوب فيه إيه؟ ما فيهوش بند، يعني هو ما فيهوش بند. ما فيش بند، لكن أنا بقول لك إحنا في الاجتماع مع الوزير ورئيس اللجنة الأولمبية أول موضوع اتكلمنا فيه إن إحنا نغير اللائحة اللي هي هتقوم عليها الانتخابات. ووافق على ذلك السيد الوزير. مش دول هم اللي قالوا، مش إحنا اللي قلنا. تمام. مش احنا اللي عرضنا. يعني ده كده طبقا يعني من كلام حضرتك طبقا لتعليمات وزاره الشباب والرياضه، وهي طبعا المسؤوله عن الرياضه المصريه في مصر، يعني اوكلت لحضرتك تغيير اللائحه. بالظبط كده اللي هنقوم عليها الانتخابات. تمام. طيب يعني حضرتك دايما بنقول ان حضرتك مع ترشيد النفقات. أيوة. مظبوط. وما اثير عن تغيير بعض من الناس الموكلة، وكان فيهم منهم المستشار القانوني اللي كان بيتقاضى راتب قليل وهو 2800 جنيه وتم تعيين حد تاني براتب أعلى كان بيصل إلى 7000 جنيه، فهل حضرتك كده تعتبر ده يعني هل من ترشيد النفقات ولا ده يعني قرار كان يعني وجهة نظر حضرتك إيه تحديدا في هذا القرار؟ لا حضرتك لازم تعرف أن الحالة اللي هي 2800 جنيه اللي حضرتك بتتكلم عليها دي طبعا مكتب، يعني مكتب الأستاذة سمية دي محامية، وإحنا لما أول مسكنا اللجنة المؤقتة مسكت حلينا اللجان كلها، فدي أحد اللجان اللي اتحلت، ما كانش مقصود أشخاص، كان مقصود أن النشاط واقف وبالتالي حلينا اللجان. لما اتحلت اللجان بعد كده صدفتنا مشاكل قانونية، فاضطرينا ان احنا نعمل تعاقد مع مكتب مستشاري قانوني علشان يقدر يتابع اي مشاكل موجودة في الاتحاد. تمام. بس فده كده يعني مش ضد ترشيد النفقات، يعني كده حضرتك بتعمل حاجة لصالح الاتحاد. بالضبط كده، يعني انا بعمل حاجة قانونية علشان تساعدنا في عملنا، لان احنا مش معقول احنا مش قانونيين عشان نناقش مشاكل قانونية او بتاع. احنا انا جيت لقيت قواضي ولقيت حاجات قضيتين مثلا وحاجات زي كده للأسف محكوم فيهم ضدنا يعني مش معانا، ففكرنا بقى ان احنا نعمل حاجة زي كده. طبعا اللجنة اللي قبل كده كانت ما شاء الله على مستوى عالي، يعني الأستاذة سمية كانت على مستوى عالي جدا، ويعني بس احنا لما غيرنا اللجان كلها بدأنا نفكر امتى هنكون لجان وامتى نبدأ نطور اللجان. طيب نكمل زي ما قلت لحضرتك، انا بستعرض مع حضرتك الراي والراي الاخر. طبعا. يعني طبعا لازم راي حضرتك يبقى واضح للجميع، والناس اللي بتطلع بتشكك في اي قرار او اي حاجه حصلت داخل اتحاد الكره الطايره يبقى النهارده الدكتور سامح حمدي بيوضح للجميع كل وجهات النظر داخل هذه اللجنه المؤقته. عايز ارجع مع حضرتك للائحه، في بند الترشح واللي تم تغييره، يعني بعد ما كان الترشح 70 سنه اصبح 75 سنه، ايه وجهه نظر حضرتك؟ هي مش وجهه نظر، احنا اللائحه بتاعتنا ما عملناش لائحه، احنا عملنا تعديل في بعض بنود اللائحه السابقه. احنا ما عملناش لائحه جديده، خلي بال حضرتك، احنا عملنا تعديل في بعض بنود اللائحه. تعديل بعض بنود اللائحه دي احنا من خلال اربع حاجات لازم حضرتك تعرف، لائحه الاتحاد الدولي لكره الطايره وقانون الرياضه المصري واللجنه الاسترجاعيه بتاعت اللجنه الاولمبيه اللي احنا كنا ماشيين عليها ولائحه الاتحادات اتحاد الاتحادات. من خلال الاربع اللوائح دي بدانا نشوف ايه النقط اللي ممكن تتغير. وانا عايز اقول حاجه جدا مهمه جدا بالنسبه للسن ده. السن ده جبناه من لائحه الاتحاد الدولي، ومعلش انا عايز اوضح نقطه برضو للناس عشان اقول لحضرتك وبدون زعل، انت عارف يعني الناس بتقول ان دي مجامله للكابتن فؤاد عبد السلام، يعني ما انا هرد عليك اهو. لما يكون السن 75 سنه لو واحد عنده 40 سنه مش هيترشح؟ واحد عنده 35 سنه مش هيترشح؟ أكيد ده بالعكس، ده ال 75 سنة دي فتحت لكل الأجيال.
ده احنا فتحنا لكل الاجيال ان هم ينافسوا على المنافسه. وبعدين حضرتك بتتكلم على كابتن فؤاد عبد السلام، كويس؟ كم واحد في مصر زي كابتن عبد فؤاد سعد؟ 5-6 هيترشحوا. الكلام ده الانتخابات دي بتتم عن طريق الجمعيه العموميه، هي اللي بتختار مش احنا اللي بنختار. يعني احنا، وعايز اقول حاجه تانية، هو الجمعيه دي هل احنا اللائحه اللي احنا حطيناها دي الجمعيه وافقت عليها ولا لا؟ ده لسه يعني الجمعيه لسه ما وافقتش عليها، يعني الجمعيه الغير عاديه هي اللي بتوافق بتقول اه او لا. الحق اصيل لاعضاء الجمعيه العموميه الغير عاديه ان هي تقول على البند ده مقبول ولا مش مقبول. تمام. يعني البند ده زي ما قلت لحضرتك ده اتفتح لكل الاجيال. طيب يعني انا شايف فعلا حضرتك بتحاول ان انت تصلح من شان الكره الطايره، واللجنه المؤقته بالفعل بتضيف لهذا الشأن في كل الصعيدة أو كل النقاط اللي أنا قلتها، بس ليه اللجنة الأولمبية المصرية لغت حضرتك طلبت إن يبقى في جمعية عمومية؟ هم قالوا لك لأ مش هيحصل أي جمعية عمومية، ليه لغت اللجنة الأولمبية أو أخذت القرار بعدم انعقاد هذه الجمعية العمومية؟ لا أنا هوضح لحضرتك، اللجنة الأولمبية ما قالتش الكلام ده، وحضرتك جيب أي جواب موجود في الكلام ده، مفيش. اللجنة الأولمبية بتنصح أو بترى، يعني نصحتنا وبتقرأت. احد اسباب التاجيل الجمعيه العموميه غير عاديه هو تصنيف الانديه اللي من حقها تحضر الجمعيه. التصنيف ده ما كانش موجود، كان لو كنا عملناه كان هتعمل 18-19. يعني بعد صدور التصنيف ان شاء الله هيتم انعقاد الجمعيه العموميه العاديه جدا. هنحدد ميعاد اخر لعمل الجمعيه العموميه غير عاديه، واحنا الحمد لله التصنيف تقريبا خلصناه، الاسبوع الجاي التصنيف هيكون كامل. طيب امتى منتظرين ان احنا نشوف هذه الجمعيه العموميه؟ يعني امتى باذن الله ان شاء الله؟ باذن الله يعني احنا اللجنه مخططه لها على يعني اخر 7 باذن الله كده، او نص 7 يعني النص الثاني من شهر 7 باذن الله. ده تخطيطنا ان احنا نعمله علشان نكون وضبنا التصنيف، ونكون برضو الاجراء بتاع اللجنه الاولمبيه انها تدينا استمارات عشان نبعتها للانديه علشان يجوا يحضروا الجمعيه العموميه غير عاديه. طيب يعني ماذا يثار عن الاستاذ احمد عبد الدايم اللي كان المدير التنفيذي؟ تم استبعاده من الترشح، ايه السبب؟ لم يتم استبعاد اي بني ادم. لم يتم استبعاد اي بني ادم، لكن في شروط للترشيح. احد الشروط دي ان ما ينفعش واحد يكون مشتغل في الاتحاد يروح مستقيل ويدخل انتخابات لسبب هو في الفيلد في الحقل. يعني اتصالاته بالانديه واتصالاته بتاع دي فرصه ما بياخدهاش اي مرشح تاني. حضرتك سؤال بسيط في النقطه دي، اتفضل. طب اللائحه القديمه كانت بتسمح ان لو حد عمل كده زي ما استاذ احمد عبد الدايم عمل يرجع تاني يترشح، فهل كده حضرتك بتعدل في اللائحه اهو؟ يعني هل ده كان موجود في اللائحه القديمه؟ لا، هي انا هقول لحضرتك حاجه، انا من كنت من ايام اتحاد كره الطايره 2004 واللائحه اللي زي ما بقول لحضرتك كده، اي عنصر من عناصر اللعبه لازم يمر عليه سنه اعتزال، بمعنى لاعب لازم يمر عليه سنه عشان يترشح، اداري لازم يمر عليه سنه عشان، حكم لازم يترشح، يعني اي عنصر من عناصر اللعبه يمر عليه سنه. ليه؟ علشان ما يبقاش هو واخد فرصه ان هو في الحقل بتاع البتاع بالاتصال بالانديه وبالاتصال بالحاجات دي، والناس الثانيه ما عندهاش الفرصه دي. زي ما حضرتك قلت، ان يكون متفرغا تماما للعمل بالوظيفه ولا يعمل باي وظيفه اخرى سواء باجر او بدون اجر. بدون اجر، بالظبط كده. طب هل ده يسمح لي ان انا اتطرق لامر اخر وهو عن الاستاذه ناديه رشوان؟ ايوه. هي موجوده في اللجنه، آه. بس هي مشرفه ومدربه في نادي سبورتنج. ايوه. طب ليه مش ما خدناش بنفس المقياس هنا وهنا؟ أنا أقول لحضرتك ليه، مش أنا اللي خدت اللجنة المؤقتة دي، لجنة مش منتخبة، إحنا لجنة مش منتخبة، والفترة بتاعتنا فترة محددة، يعني موجودة إن نعمل الجمعية العمومية ونعمل انتخابات، يعني مش هنكمل 6 شهور أو 7 شهور، إحنا مسكنا شهر 3، لو انتخابات عملت شهر 10 يبقى كام شهر حضرتك؟ طب هي الأستاذة نادية رشوان حضرت الاجتماع بتاع امبارح ولا لا الأول يعني؟ أيوه طبعًا، خدنا بالواتساب وبالصوت وصورة. خدنا مطلب يعني. صورة، وده بناء على تعليمات من السيد هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية ان احنا ممكن ناخد اصوات الغائبين في المجلس عن طريق الواتساب والصوت يعني وصورة. الاستاذ هشام حطب كان على دراية ان الاستاذة نادي رشوان حضر هذا الاجتماع رغم ان كان في خطاب باستبعادها. لا، مفيش خطاب باستبعادها. حضرتك في شكوى كيدية اتعملت، والشكوى الكيدية دي اتعملت للاتحاد للجنة الأولمبية وراحت، وانا برضو بقول لحضرتك ان الشكوى دي عن طريق واحد وكاتب فيها رقم بطاقته
واحنا استعلمنا من الاحوال المدنيه طلع الشخص ده مش بطاقته. والاهم من ده كله ان الجواب اللي جه من اللجنه جاي بدون صوره البطاقه بتاعت الشاكي. وبعدين الشكوى دي واحد بيشتكي، لا هو من هيئه من الهيئات ولا هو من نادي ولا هو من اي حته، يعني فاهم حضرتك؟ فده يعني مش وهم بالتالي الـ 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 القصه دي. عشان كده انا بقول لحضرتك القرار ده ما ينطبقش على اللجنه المؤقته، اللجنه المؤقته غير منتخبه. دي لجنه جايه لظروف معينه. طيب علشان ممكن حضرتك تسمح لي ان انا اقرا لحضرتك الخطاب. تفضل. مكتوب فيه اهو ناديه رشوان عطيه الاستاذه طبعا مع حفظ الالقاب، ناديه رشوان عطيه عضو اللجنه المؤقته لاداره الاتحاد المصري للكره الطايره، وتعمل في نفس الوقت وحاليا مشرفه ومدربه بجهاز الكره الطايره. لا مش مدربه ولا هي بتعمل في حاجه اسمها الاحصاء، وهي التقييم بتاع الفرق اللي في سبورتنج. ولما كانت الماده 31 من لائحه النظام الاساسي لاتحادكم الموقر تنص على انه لا يجوز لاعضاء مجلس الاداره أن يتولوا إدارة شؤون اللعبة في الهيئات أعضاء الاتحاد أو العمل في تلك الهيئات بأجر أو بدون أجر. بالضبط، ده حضرتك قلت إيه؟ المجلس إدارة. تمام. لكن إحنا مش مجلس إدارة، إحنا لجنة مؤقتة. أكمل لحضرتك. لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد. تمام. وليس مجلس إدارة. أوكي، ويعتبر مجلس إدارة ينطبق عليه كل القرارات في اللوائح، كل اللوائح تنطبق على مجلس الإدارة. أما اللجنة المؤقتة دي جاية لظروف معينة استثنائية عشان تعمل حاجة معينة، واحنا الشرط الوحيد اللي جه في القرار لو حضرتك قريته ان احنا مش مسموح لنا ان احنا نترشح انتخابات. هكمل لحضرتك بعد كده هسألك سؤال. ويعتبر العضو مستقيل تلقائيا من مجلس إدارة الاتحاد بمجرد توافر حالة من حالات الجمع المشار إليها في هذه المادة، ما لم يقدم خلال شهر على الأكثر ما يثبت انتهاء العلاقة الاخرى. عشان يصلح وضعه يعني. فمن كلام حضرتك، حضرتك دلوقتي بتقول لي مجلس الاداره واللجنه المؤقته الاختلاف بينهم ايه، مع ان حضرتك دلوقتي في حكم مجلس اداره، يعني حضرتك بتدير شؤون اللعبه بتاعه الكره الطايره في مصر، وحضرتك اهو تحاول ان انت تعدل وتسري اللعبه وتحاول تعمل نظام في الدوري، فاعتقد كل هذه القرارات فاللجنه المؤقته بمثابه مجلس اداره هذا الاتحاد. لا انا اقول لحضرتك اقوى، اللجنه المؤقته معاها صلاحيات مجلس اداره. معاها كل صلاحيات مجلس الإدارة، ولكن هو مش مجلس إدارة، هو لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد. حضرتك برضه مش قادر تستوعب الحتة دي. مجلس إدارة يعني منتخب، إحنا مش منتخبين، وإحنا ممنوعين إن إحنا ندخل الانتخابات. إحنا في القانون في القرار طالع إن إحنا نوقع إن إحنا مش من حقنا ندخل الانتخابات. أنا طبعًا يعني بحاول إن أنا مستوعب كل اللي حضرتك بتقوله، بس دايمًا بحاول أخلي أي حد شكك في أي حاجة، أي حد بيقول أي كلمة على الدكتور سامح حمدي او كل اعضاء اللجنه المؤقته يبقى بعد حلقه النهارده عنده كل الاجابات وكل ما يصار. حاجه كويسه جدا. بالظبط، فعشان كده انا باخد كل النقاط اللي كانت موجوده في الساحه الرياضيه في الفتره اللي فاتت وبنحاول ان احنا نناقشها عشان يبقى المشاهد او كل اعضاء المهتمين بالكره الطايره او اي حد موجود في الساحه الرياضيه يبقى عارف، وفي الاخر المشاهد او اعضاء اللعبه سواء مدربين لاعبين يبقى عندهم الحكم ويبقى كل واحد عنده الاجابات واضحه وصريحه. بالظبط. طيب خليني اكمل مع حضرتك موضوع الفار، يعني موضوع الفار رغم تكلفته العاليه اللي بتصل ل 5000 دولار هل احنا فعلا عندنا قدره على تنفيذه، ولا ده في قرار حضرتك كان في اقتراح من حضرتك، ولا ده ممكن يكون نقدر نقول زي شو اعلامي موجود ان احنا انا بقول لحضرتك كل اللي بيثار وكل اللي موجود. اتفضل. يعني هرد عليك. تمام. فرأي حضرتك ايه في موضوع الفار رغم التكلفه العاليه اللي بتوصل ل 5000 دولار في المباراه الواحده؟ اولا هو ما بيتكلفش 5000 الوحده، ده جهاز بيجي وبيبقى احنا متكلف اكتر من كده، ده ممكن يتكلف يعني يدخل في مليون جنيه. الموضوع ده احنا بعتنا بمناقشه شفويه مع الوزاره وقلنا ان احنا عايزين نعمل الفار ده، فقالوا لنا ادرسوا تكلفته وادرسوا الحاجات زي كده، والوزاره ممكن تساعد ان هي تقوم بالتكاليف بتاعته، يعني مش الاتحاد هو اللي هيقوم بالتكاليف لان الاتحاد مصادره ضعيفه جدا. الاتحاد كاتحاد احنا الحمد لله دلوقتي الوزاره ووزاره الرياضه بتساعدنا جدا ماديا بصراحه، وبرضه اللجنه الاولمبيه برضه ورانا فنيا واداريا، يعني الحمد لله احنا ماشيين يعني سواء الوزاره او الهيئه الحمد لله يعني ماشيين مش عايز اقول لك اكثر من ممتاز. العلاقه بيننا وبين الوزاره وبين الهيئه اللجنه الاولمبيه اكثر من ممتاز.
طيب يعني حضرتك شايف ان الفار هيسري اللعبه اكتر؟ طبعا لعبه الطايره من اللعب اللي فيها لغط زي كره القدم بالزبط. دايما اللعيب ايده جت في الشبكه ولا لا، الكره على الخط ولا مش على الخط، شايف حضرتك ان ده هيسري المستوى الفني في اللعبه ولا لا؟ لا هو هينصف، حضرتك بتأيده بمعنى اصح ولا لا؟ ولا هو هينصف اي فرقه بتتظلم من حكم، لان الحكام بشر والبشر ده ممكن يخطئ ويصيب، لكن الجهاز جهاز، يعني هيبقى واضح ان الكره دي صح ولا غلط، ان ولا لا، تاتش ولا لا، تاتش نت ولا لا، تاتش بلوك ولا لا، يعني هيوضح حاجات كتير جدا. وبعدين حضرتك بتتكلم على حاجه هاي تكنولوجي العالم كله دلوقتي بيستخدمها، يعني احنا متاخرين فيها ليه؟ يعني يعني لو اتعملت دي طبعا هتبقى لها مردود جامد جدا. يعني زي قلت لحضرتك يعني واضح ان في قرارات كتيره جدا بتحاول حضرتك بيها ان انت فعلا تعمل طفره اللجنه المؤقته دي بالظبط. ويعني الراي الاخر ده انا كنت فعلا حابب ان انا اشارك حضرتك في كل وجهات النظر، لازم فعلا زي ما قلت لحضرتك من خلال هذه الحلقه يكون عندنا كل الاجابات في كل طبعاً. يعني خلاص اي نقطه اثيرت عن اللجنه المؤقته لازم يكون عندنا اجابات. مكملين حلقتنا مع الدكتور سامح حمدي رئيس اللجنه المؤقته لاتحاد الكره الطايره، ولكن بعد هذا الفاصل. بجد التحية بحضراتكم، مكملين في حلقتنا النهارده من برنامجكم ملاعب الابطال مع الدكتور سامح حمدي رئيس اللجنه المؤقته لاتحاد الكره الطايره. حقيقي حلقه شيقه جدا، وانا مستمتع حتى الان بوجود الدكتور سامح حمدي معايا هنا في الاستوديو. بكمل مع حضرتك، يمكن من الامور الجيده ايضا يا دكتور ان حضرتك عامل مقترح في الخطه اللي موجوده ان حضرتك تستمع لكل المدربين الموجودين او خبراء الكره الطايره في كل الامور. عايز اعرف من حضرتك ايه الامور اللي هتتطرق فيها للخبراء، يعني تسمع لهم في ايه، وفي الاخر طبعا القرار بيقول ليكوا في النهايه. انا عايز اغير نظام الدوري، وبالتالي هم ممكن يفيدونا في ايه اللي ممكن يفيدونا بيه كنظام. والاهم من ده كله ان هم لهم اراء في لائحه. هل تعلم ان الاتحاد المصري لكره الطائره ما لناش لائحه داخليه ماشيين عليها؟ فاحنا عايز اعمل لائحه داخليه علشان امشي عليها. اللائحه الداخليه دي كذا شق، منها مالي ومنها اداري. يعني لازم تتعمل لائحه وناخد، يعني انا كنت اتمنى ان احنا نعملها من اول ما مسكنا، بس طبعا ظروف الكورونا عشان كده طلبته بدل انتقال للاعضاء، ولا ده ملوش علاقه خالص؟ لا ده ملوش علاقه بدل الانتقال ده، ما كانش يعني ما كانش هدف ده بالظبط كده اللي اتقال ان في احد بنود اللائحه ان ممكن في بدل انتقال، لان انا عندي الدكتوره ناديه بتيجي من اسكندريه، فكنت لازم اعمل موافقه ان في بدل انتقال. لا طبعا الوزاره موافقه، واللائحه عندنا اللي هي ماشيه في الاتحاد كانت بتدي لاي حد خارج خارج القاهره بدل الانتقال. فده ما كانش للجنه ككل، ده للناس اللي هي اصلا بتسافر وتيجي وتروح بدل الانتقال. بس اللي اتعمل حاجه الوحيده بس التليفونات، وخدنا فيها راي الوزاره. ليه؟ لان حضرتك عارف الكورونا ما فيش اجتماعات كتيره وما فيش احتكاكات كتيره، فكنا بندخل كونفرنس مع بعض احنا. واحنا الحمد لله عاملين برضو موقع بيننا اللجنه بنناقش فيه، سواء على الواتساب او سواء على الكونفرنس بنجتمع فيه. فعلشان مش يعني اجتماعات النهارده حضرتك عارف انها مش مستحبه انها تكون اجتماعات موجوده. بس طيب ارجع مع حضرتك لامبارح اجتماع مجلس الاداره، كان في قرار باقاله المدير التنفيذي، يعني اسباب ايه الاقاله او ليه تم اقاله المدير التنفيذي رغم ان هو اتعين من قبل اللجنه الاولمبيه؟ ايوه، هو احنا الاقاله دي ما كانتش مقصوده بشخص، لكن للاسف احنا اتعطلنا كتير جدا بسبب المدير التنفيذي، ويعني هو كجلسات وحاجات زي كده اتعطلنا. ده نمره واحد. نمره اتنين اللي حضرتك ما تعرفوش ان هو اول حاجه عملها ان هو اشتكى اللجنه في اللجنه الاولمبيه، اشتكانا وبحاجات من صميم عمله، يعني اشتكانا احنا بحاجات من صميم عمله. يعني مش عايز اقول لك مثلا يعني حاجات يعني احنا ردينا عليها وادينا مذكره للجنه الاولمبيه
زي ايه يا فندم؟ يعني ابرز النقاط ايه اللي يعني مثلا انا هقول لحضرتك بند واحد عشان ما نتطرقش كتير، او يعني لو عايز اتطرق هتطرق. مثلا هو بيتكلم على ان احنا لما حلينا اللجان ما كتبش حلينا اللجان، راح قال في اللجنه الاولمبيه ان احنا مشينا الموظفين، وطبعا كان في قرار من رئيس الوزراء وقرار من يعني سيادي ان ما فيش موظف، يعني مش الموظف ليه؟ احنا مشينا اللجان. اللجان دي كلها حضرتك لهم موظفهم خارج اللجان، بمعنى اللي بيشتغل في شركه واللي بيشتغل في هيئه سياديه واللي بيشتغل يعني لهم وظائف خارج دخل تاني ووظيفه تانية. بالظبط يا فندم، وبياخدوا مرتبات من اللجان. انا ما عنديش مشكله، احنا عايشين في عصر احتراف وكل حاجه، لكن انت النهارده اللجان دي مش موظفين، فازاي هو يتهمنا ان احنا مشينا موظفين؟ هو اتهمنا ان احنا مشينا 18 موظف. طب مش القرارات دي يا فندم بتكون يعني كل اعضاء اللجنه انتم متشاركين فيها؟ اه طبعا. يعني ما دام في حد مشي، ما هو ده كده قرار بيتحمله كل اللجنه المؤقته، ولا هو ده قرار فردي منه؟ قرار فردي بايه حضرتك؟ مش فاهم. يعني اللجان اللي مشيت دي احنا اللي حليناها، اللجنه المؤقته اللي حلتها. تمام، ما حضرتك بتقول حاجات من صميم عمله. لا، صميم عمله دي حاجه تانية. صميم عمله دعوه اللجنه الاولمبيه لحضور المجلس الاداره. خلاص؟ اوكي. هو قال ان انا او اللجنه، بلاش انا دي، اللجنه ما بتبعتش للجنه الاولمبيه انها تحضر الاجتماع. طب المدير التنفيذي هو اللي بيقوم دعوه اللجنه الاولمبيه، ودعوتنا دعوه اللجنه المؤقته باي نيم بالاسم. كل واحد يروح له بالاسم يوصل له ان هو يقول له اجتماع المجلس الاداره يوم كذا الساعه كذا. هو اتهمنا برضه ان احنا ما بنعزمش اللجنه، ما بندعوش اللجنه الاولمبيه. يعني طيب، في حاجات كتيره يعني بس اكيد. طيب برضه عشان المشاهد يكون فاهم معانا، يعني هو تم تعيينه من قبل اللجنه الاولمبيه، فهل يجوز اقالته من قبل اللجنه المؤقته، ولا مفروض الاقاله بتتم من الجهه اللي عينته وهي اللجنه الاولمبيه؟ احنا ما اقرناهوش، احنا حاولنا التحقيق على الاقوال اللي هو قالها. احنا لم نقيل اي بني ادم، لم نقيل الكابتن احمد عبد الدايم المدير التنفيذي، لم نقيله. اللي هو تحول التحقيق، والتحقيق ده مش ادانه، ما ممكن يطلع براءه. هو التحقيق ده خلاص يعني هيدينه؟ لا، بس احنا شفنا ان هو عمل حاجات لازم يتحقق فيها معاه. طيب حضرتك من شويه قلت ان انت بتستعين بخبراء الكره الطايره من اجل النهوض بمستوى الكره الطايره. طيب راي حضرتك في ان اصلا كتير مجموعه كبيره من اللجنه بعدين تماما عن اللعبه لاكثر من 30 عام، هل حضرتك بتشوف ان ده ممكن ياثر على قرارات اللجنه ولا لا؟ لا، مش فاهم السؤال. احنا في اللجنه المؤقته حد بعد عن اللعبه 30 عام؟ يعني في بعض اعضاء اللجنه مش موجودين في الـ يعني الناس بتكتب كده ان اعضاء هذه اللجنه بعيد بقى لهم فتره كبيره جدا عن الكره الطايره، او ما كانش ليهم مناصب اداريه في الفتره الاخيره، فده ممكن ياثر بالقرارات بالتالي. وحضرتك من الاساس اصلا عايز تنهض باللعبه او يعني كل اللي ما يدور داخل الاتحاد. ده قرار يعني للاسف عاري من الصحه، او اللي قال الكلام ده يعني كلام عاري من الصحه تماما. انا اقولهم لك بالاسم لو عايز. يا ريت. طبعا يعني لازم نوضح كل حاجه للساده المشاهدين. انا يعني بقول لحضرتك جبنا ابرز ما يدور دلوقتي في الساحه الرياضيه عن الكره الطايره، فحضرتك تبقى دي اجابه، يعني كل الناس تطلع على السوشيال ميديا بعد انتهاء الحلقه يبقى خلاص عارفين راي الدكتور سامي حمدي ايه فيما اثير في هذا الشان. بالظبط. احنا اغلب اللجنه كلها يعني يعتبروا ممارسين للكرة الطائرة على أعلى مستوى. يعني نبدأ بالدكتورة نادية رشوان، دي كانت أحدى لاعبات منتخب مصر، وكانت مدربة منتخب مصر، وكانت في كلية التربية الرياضية تخصص كرة طائرة، وفضلت في سبورتنج مدربة مدة طويلة لغاية لما انتهى بها المطاف إنها ماسكة الإحصاء والتقييم للفرق النادي في سبورتنج. يعني مستمرة في النشاط من أوله لآخره. كابتن سامي إبراهيم كان مدرب في نادي الترسانة. طيب. وبعد كده درب منتخب مصر مع كابتن إبراهيم فخر الدين، وموجود في الفيلد، مثلا ما تركش الفيلد ولا لحظة. هاب عزمي راجل على مستوى عالي جدا من الفكر والبتاع، وبرضه كان في الفيلد بتاع الكره الطايره ما سابوش.
الوحيد اللي ممكن نقول يعني كان بعيد شوية اللي هو الباشمهندس أيمن غزلان، ولكن هو كان في الفيلد برؤيته يعني ما كانش صحيح واخد مراكز قريب، كان برضو أحد المديرين الكرة الطائرة في النادي الأهلي. طيب يبقى احنا كده حضرتك بتكذب هذا الرأي، وبالفعل طبعا كل أعضاء اللجنة المؤقتة ناس عندها خبرة في المجال وما كانوش بعيد تماما بالظبط، فرأي حضرتك كده فلازم طبعا يعني كنا نوضح الحتة دي بالأسماء بالظبط. أنا لو أقول لك التاريخ بتاعي أنا أقول لك التاريخ بتاعي، كل الكلام يعني صحيح، بس لازم طبعا حضرتك نار على العلم ويعني خبرة كبيرة جدا. لا أنا بس يعني برضه لازم نوضح للناس إن الكلام ده كله مقصود بيه الهجوم فقط. يعني لما يطلع واحد عندكم في البرنامج ويقول ان احنا بنغير في اللائحه عشان شخص وبقاله مش عارف 10 سنين بيعمل ايه وايه وايه، طب معلش سوري يعني اللجنه الفنيه السنه اللي فاتت اقول لك عملت ايه؟ تمام. احنا ما كسبناش ولا بطوله عشان السنه، عشان كده حضرتك جبنا حضرتك النهارده بقى يعني قامه كبيره جدا لازم ما فيش اكتر من كده. طيب خليني اناقش جزء مهم جدا بخصوص الترشيحات للاتحاد الدولي. انا معايا هنا المذكره اللي موجوده، عرض المذكرة المقدمة من المدير التنفيذي للاتحاد بخصوص ترشيحات الاتحاد الدولي الخاصة لكل من دكتور عمرو علواني، دكتور حسام بهجت، كابتن شريف الشمرلي. قرار صدر من حضرتك بعد طبعا هذه الترشيحات للثلاثي المذكور ان وافقت اللجنة المؤقتة على ارسال خطاب للاتحاد الدولي بترشيح السيد الاستاذ الدكتور عمرو علواني بصفته رئيس الاتحاد الافريقي للكرة الطائرة. السؤال بقى وطبعا وتأجيل ترشيح كل من الدكتور حسام بهجت والكابتن شريف الشمرلي لحين ورود خطاب من الاتحاد الدولي متضمنا استمارات الترشح ليهم. طب اديك جاوبت على السؤال. طيب يعني منتظرين جواب من الجواب اللي جه عشان الدكتور عمرو علواني الاتحاد الافريقي. اتصلت بيا سكرتير الاتحاد الافريقي مدام هويده مندي وقالت لي ان اخر ميعاد علشان ترشيح الدكتور عمرو لازم يكون الميعاد ده، وجواب من الاتحاد الدولي. طبعا فورا ده راجل يمثلنا، راجل بيمثل مصر وفي محفل دولي لازم اوفي عليه، لكن ماليش اي جوابات. نفس الكلام برضو يعني طبعا محافظ الالقاب الدكتور حسام بهجت والكابتن شريف هيمثلونا ايضا في المحافل الدوليه، يعني حاجه كويسه ان يكون عندنا اكتر من حد. ما انت حضرتك قلت اهو احنا منتظرين جواب يجي من الاتحاد الدولي نرشح مين، ما جالناش جوابات بالترشيحات غير الدكتور عمرو. يعني الدكتور عمرو فقط هو اللي جاله هذا الجواب بالظبط واول ايميل بايميل ايميل من الاتحاد الدولي، وانا باول ما جه الايميل اتعرض على اللجنه المؤقته وفورا بعتنا جواب للترشيح فورا لان كان الوقت بتاع الترشيح هينتهي. طب لكن ما جالناش جوابات ما كانش في حلول من حضرتك ان انت تحاول يعني تزق شويه، ولا لازم كان الخطاب دي حاجه صريحه يعني؟ معلش انا برضو بحاول امشي قانوني وسليم عشان ما يقولوش ان انا يعني تصرفت تصرف شخصي، مش انا اللجنه، اللجنه تصرفت تصرف شخصي بالعكس. ده يهمنا جدا الدكتور حسام، واللي حضرتك ما تعرفوش الدكتور حسام كان معايا في اتحاد الكره الطايره دوره 2004 وكان برضو موجود في الاتحاد الدولي دكتور حسام وشريف برضو الشمالي ونفس القصه، احنا مش ضد حد بالعكس انا فاتح المجال لكل الناس، وقلت لحضرتك احنا هنجيب كل الخبراء بتاع الكره الطايره عشان يقعدوا معانا. انا عمري ما كنت ضد حد والحمد لله تاريخي كله ما كانش فيه صراع مع اي بني ادم وما كانش فيه اي مشاكل مع اي نادي فيك يا مصر. طيب يعني حضرتك في بدايه الحلقه قلت حاجه انا مش ناسيها، قلت انا برجع دايما للجنه وباخد ارائهم طبعا، فعلا ما خاب من استشار. يعني اي حد بيسال اللي حواليه، الناس اللي بتتصرف لوحدها او بتاخد القرار لوحدها دايما بيكون في عواقب، بس في بيتردد ان في قرارات بتكون في الاخر بتوصيه من الاستاذ فؤاد عبد السلام وابراهيم فخر الدين، فهل الكلام ده صحيح ولا لا؟ ايه هو يقولوا لنا، يقول لنا ايه هو الحاجات اللي بيقولها فؤاد وابراهيم يقولوا لنا. طب ما يثار عن الاستاذ ابراهيم فخر الدين ان هو احتماليات ان هو يتعين قريبا في الاتحاد، ده كان والله صحيح؟ والله ده كفاءة من كفاءات مصر اللي مش موجودة، لكن مش معناه ان احنا نحطه في حاجة اسمها معايير هتتحط للمدير الفني. معلش سامحني يعني لما تكون لجنة فنية قاعدة سنة كاملة وما تكسبش بطولات افريقيا، تحصل ان انت تطلع تالت افريقيا رابع افريقيا وتخسر في بلدك تصفيات اولمبياد طوكيو وتقولي دي لجنة فنية؟ سوري صح. فين اللجنة الفنية دي؟ عملت ايه لمصر؟ قولي بقى حضرتك عملت ايه لمصر؟ بالرغم انها معمول خمس معسكرات الصين وهولندا وبلغاريا وسلفانيا
اتعمل 5 معسكرات قبل البطولة وتخسر من تونس في السنة 3 ماتشات، تخسر ألعاب إفريقية وأمم إفريقيا وتصفية بتاعت، يبقى تقول لي فين بقى شغل اللجنة الفنية ده حضرتك؟ وقوله لي. طب حضرتك بتحب تحس ان الانجاز بتاع منتخب الشباب ان هو يحصل على رابع العالم ده انجاز يتحسب؟ ده الانجاز طبعا، الانجاز الوحيد اللي تم. قول لي بقى بقيت الانجازات ايه؟ سيدات طالعه 13 10 على العالم، واخده مش بطولات افريقيا، اول مره في التاريخ انت تخسر منتخب مصر سيدات من السنغال. مين السنغال ده اللي تكسبك؟ طيب في افريقيا يعني. اخيرا طبعا اسف كم اسئله كبير جدا، ما يثار عن نية حضرتك بتقليص الجمعية العمومية؟ ان في بعض الشروط من حضرتك وضعتها لتقليص الجمعية العمومية، هل ده صحيح ولا لا؟ لم يحدث، وفي ناس كتير أندية كتيرة جدا، بالعكس انا عملت حاجة عملنا حاجة جديدة للجنة، ان احنا حطينا في الانتخابات المجلس الإدارة الجديد واحد بيمثل الصعيد وواحد بيمثل بحري، فدخلنا الصعيد وبحري، يعني لازم يكون في مركزين، واحد من الصعيد واحد من البحر، يمثلوا البلاد دي ويمثلوا الانديه دي. طيب. وبالتالي كل تبقى احنا مثلنا مصر كلها. اكيد حضرتك طبعا يا دكتور عاصرت نجاحات كتيره للكره الطايره، حضرتك متولي دلوقتي رئاسه الاتحاد، واكيد عند حضرتك احلام كبيره للكره الطايره، بتتمنى ايه للكره الطايره ونفسك في وجود حضرتك تشوف الكره الطايره والفريق الاول وصل لايه؟ اتمنى ان احنا نرجع لسبق عهدنا كمستوى، يعني انا هديك مثال بسيط جدا، احنا ما كنا في دوره 2004 مع الدكتور عمرو علواني، يعني كنا واخدين كل بطولات افريقيا، وبعدين انا كنت مشرف على المنتخب، كنا بنلعب دوري عالمي وكان ترتيبنا كويس جدا، رحنا كاس عالم كنت رئيس بعثه، وكسبنا اول مره تحصل الماريا بحر ابيض متوسط، فدي كلها كانت انجازات، فين هي دلوقتي؟ انت بقالك أكتر من سنة واقع، اتحاد اللعبة واقعة، فاحنا بنحاول ننتشل اللعبة، بنحاول ومش بنحاول كمان كأفراد، لا احنا بالعكس بنحاول نشرك كل عناصر اللعبة أو الخبراء أو المدربين الفنيين إنهم يساعدونا على الكلام دكتور ده. دكتور كنت بتحس إن نقدر نقول زي ما حضرتك بتقول وقعتوا أو مفيش إنجازات بمعنى أصح لو هنتكلم على الكلمة الأصح، يعني مفيش إنجازات، بتحس حضرتك إن هي مقومات لاعبين ولا في جزء من الإدارة كان ليه سبب في هذه النتائج وعدم تحقيق إنجازات؟ أنا هقول لك رأي اللجنة يعني في بند واحد مثلا بس، في أي حتة في العالم لما بيجي جيل عشان يدخل في جيل تاني بيبقى في منتهى الصعوبة، بمعنى إيه؟ الجيل اللي طلع رابع عالم ده كنا لازم نبدأ نأهله إنه يدخل مع الجيل القديم علشان هو يبقى ليه دور، ده ما حصلش، يعني الجيل بتاع تم الاعتماد على الفريق الاول بس وما خدتوش اي عناصر للفريق الأول. وبعدين انا عايز اقول لحضرتك حاجه، معلش يعني ويمكن يزعل ناس كتير مني، مستوى السن النهارده في منتخب مصر كله فوق الثلاثينات، ما ينفعش، انا لازم تبدا عن عناصر الشابه اللي كسبت. طب ده بيتحمله الاستاذ فؤاد عبد السلام المجلس يعني اللي كان بيرقصه فؤاد عبد السلام قبل وجود اللجنه المؤقته ولا لا؟ يعني الاعتماد على اللاعبين فوق الـ30 بيتحمل ده مين؟ الوجود المجلس اللي قبل حضرتك اللي كان بيرقصه الكابتن فؤاد عبد السلام ولا مين بالظبط؟ لا فؤاد ما كانش المجلس اللي قبليه، يعني قبل اللي قبليك بالظبط. هي دي بقاله اكتر من 4 سنين، يعني يعني ما اقدرش احكم انا على حاجه زي كده، اللي انا بحكم بيه دلوقتي ان تخطيط الكره الطايره ما كانش مظبوط، ان انت تزق الناشئين والشباب عشان يبدا ياخد مكانه، لان طول ما اتفضل طول ما الناشئين والشباب ما بياخدش فرصته هيجي له احباط اكيد، مش هيدخل، ولازم تعلي كمان مستواه علشان يقدر يكون اعلى من اللي موجود عشان يثبت رجله في المنتخب. اكيد بنتمنى ان شاء الله كل التوفيق للكره الطايره، وان شاء الله الكره الطايره في وجود حضرتك ترجع لسابق عهدها ونشوف انجازات في المحافل الدوليه والافريقيه، وإن شاء الله الأولمبياد كمان تتأهلوا في الأولمبياد القادمة بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. بشكر حضرتك جدا الدكتور سامح حمدي رئيس اللجنة المؤقتة للكرة الطايرة على وجودك معنا في برنامج ملاعب الأبطال. وأنا بشكركم على المقابلة لأن وضحنا فيها حاجات كتيرة أعتقد يعني. أكيد، وشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا ومشاهدي أون تايم سبورتس وبرنامج ملاعب الأبطال، كان معنا النهاردة ضيفنا الكابتن سامح حمدي أو الدكتور سامح حمدي رئيس اللجنة المؤقتة، بشكر حضراتكم جدا على حسن المتابعة، وغدا اللقاء يتجدد ولكن مع زميلتي العزيزة مريهام عمرو.